بقول لكم ايه، مش هتقع صدقوني. وفروا فلوسكم وعيشوا بيها ناسكم. انا عارف ان انتوا اجهزه مخابرات كبيره لدول عظمى، بس مفقوسين قوي. عارفين الفيلم بتاع بلدي قوي يا حسين؟ مفقوسين قوي، واللي بيديكوا الافكار خيبان وعبيط وهبل. فلموا الدور، انتوا مش مليتوا الدنيا كلام وقلتوا الثوره قائمه يوم 12/7 وشراره الثوره تنطلق من الاسكندريه. حد شاف ثلاثه ماشيين مع بعض بيقولوا حاجه تدل على اي حاجه؟ الناس مش مصدقاكوا عشان انتوا كدابين. لما نعمل مشروع استثماري تقولوا عواد باع ارضه، وانتوا بتتكلموا من على اراضي مليانه قواعد عسكريه اسرائيليه وامريكيه. لما نيجي نقوم البلد تعملوا مؤامرات عشان تقطموا وسط مصر بشويه التحف اللي في اخر البحر الاحمر اللي بيضربوا صواريخ عشان المراكب لا تروح بقى رأس الرجاء الصالح، بقى أوفر وأأمن وأضمن، فتضرب 80% من إيرادات قناة السويس، وبرضو مش هتقع. وتروحوا مجهزين وراها، ما ده الخيابة بقى، تروحوا مجهزين وراها الإشاعة اللي كل شوية تطلع دي، اللي هي بتاعت إيه؟ تصريح لمجلس الوزراء، مصر تبيع قناة السويس بتريليون دولار. قناة السويس إيه اللي هنبيعها؟ ده أحلامكو، دي أمنياتكو، ومش هتحصل. ما خلاص خلصت ونقطة ومن أول السطر، وانتوا عارفين إن البلد دي ربنا حارسها ومحدش مصدقكو، صح؟ يعني نتمنى أداء مختلف، أفكار برة الصندوق، لموا نفسكو خالص بعيد عننا، و يعني بدل ما تدوروا ازاي توقعوا مصر وازاي تركعوا مصر وازاي الفلسطينيين يخشوا سينا من كتر الضغط الاقتصادي، وبدل ما تخلوا الصندوق يمنع ال 850 مليون دولار اللي كان متفق عليهم وماضي عليهم، وبدل ما توقعوا 80% من ايرادات قناه السويس، وبدل ما تخلوا كل الجوار محترق من ليبيا ومن السودان، ولعتوا في البلاد التانيه. طب ذنبها ايه؟ عشان تشفطوا ثرواتها، ماشي، ما ده مفهوم، وشعوبها غلابه،